يا صباح الفل عليكم واهلا بكم معايا في مطبخ نون. معاكم منار حجير. كل سنة وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم على الأمة الإسلامية كلها يا رب. النهاردة إن شاء الله حبيت أشارككم معايا طبعا بقى يوم غير طبيعي، يوم يا رب يكون سعيد على كل الناس، أول يوم العيد الفطر. النهاردة بشارككم معايا الغداء بتاعي طبعا طالعين من رمضان، والطبخ والأكل والمحمر والمشمر والصواني والمشويات زهقنا، وبجد بجد مستنيين اليوم ده فارغ الصبر علشان نكسر فيه الروتين الأكلات والعزومات طبعا بقى ومد السفرة. فإحنا مستنيين أول يوم ده علشان بقى بجد نرحب بالفسيخ فسيخ رنجة. وده النهاردة غدانا المتواضع، حبيت أشارككم معايا طبعا، وعيد على كل متابعيني وعلى كل الناس حبايبي كلهم وأصحاب القنوات والمتابعين كل سنة وانتم طيبين، عليكم وعلى كل أحبابكم وعلى كل المسلمين يا رب. إن شاء الله يكون عيد سعيد عليكم. النهاردة غدايا عبارة عن رنجة أو سلطة رنجة، ودي البطارخ بتاعتها اهي، انا نزلت بيها فيديو قبل كده في القناة موجودة عندي، طريقة شوي وخلي الرنجة بطريقة سهلة وبسيطة من غير ما تبهدلي بوتاجازك. هحط لك اللينك بتاعها عندي في صندوق الوصف. وطبعا بقى الحاجة الخضرة دي اساسي، الكابتشو اكيد، وهنا عم الكل طبعا. اهم حاجة النهاردة اول عيد بيقوم على حفلة على شرفه هو الفسيخ اهو. طبعا انا بقشره وبخليه بطريقه معينه، ما عملتش بيه فيديو قبل كده بس حابه اعمله لكم وانزله لكم. سهله جدا طريقه تقشيره والخل بتاع الشوك بتاعه طبعا بقى، وتحديقه بخل وليمون وكمون وشطه، ويا ريت يتحدق قبلها بيوم يقعد في التتبيله دي وبيبقى دايب دوب في الاكل وطعمه طبعا تحفه. مش قادره اقول لكم على ريحته، فعلا يشهي. بالنسبه للناس اللي بتعشق الفسيخ بجد بجد حقيقي ريقها هيجري. وادي طبق رنجه تاني برضو بطريقه بسيطه، سلطه رنجه، بصل واي نوع خضره عندك، وطماطم، ودي شرايح طماطم، وطبعا الحاجه الساقعه اكيد. يا رب يكون النهارده الفيديو بسيط عليكم كده وخفيف. انا حبيت اشارككم معايا غدا اول يوم عيد. كل سنه وانتم طيبين، يا ريت ما تنسونيش باللايك، واهلا وسهلا بكل متابعيني الجداد لمطبخ نونا، على راسي وعيوني شرفتوني وكرمتوني، وكل سنه وانتم طيبين جميعا. كانت معاكم نونا الحجير، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وعيد سعيد عليكم يا رب.